إنني مسرورا جدا وسعيدا جدا لأنني أرى بلدي الحبيب، أراه رائعا جميلا كما هو في الحقيقة، إني أرى سواحله الجميلة الرائعة. خامس نمت بهذا الشكل وارتحت وشفت منام، فبرجع للطبيب. انا ما كنت فهمت، قلت له انا نمت هيك هيك، قال لي طبيعي بدك تنام هيك لانه انت نمت الحاله 9 شهور في بطن امك، الانسان الجنين هو في الفضاء يعني. ثورتنا ما هي ثورة جوع، ثورة أكل، ثورة حرية، ثورة كرامة، ثورة وجود. حتى بعد هذا العمر أتمنى أن أحلق من جديد إن شاء الله في بلدي.